في الفيديو ده هنستكمل الاكشنز اوف بارا سمباثيتك كانت بتتعمل ازاي. انا قلت ان كل نيرف سواء سمباثيتك او بارا سمباثيتك في ماده كيميائيه هي اساس شغله. يعني البارا سمباثيتك اثناء الراحه بيشتغل بماده اسمها اسيتايل كولين. اول كلمه لازم تعرفها عنه كلمه فورميشن، ازاي بتتكون الماده دي. طبعا في فيديوهات الشرح انا قلت الماده دي بتتكون ازاي. الحاجه الثانيه المهمه، الاسيتايل كولين ده بيتفرز منين ويتفرز منين؟ دي مهمه جدا. بمعنى ايه؟ كل البري جانجليونيك بيفرز اسيتايل كولين. هتقولوا طب ليه؟ اي عصب داخل في اي جانجليون. السبب ان الريسبتور او المستقبل للاسيتايل كولين موجود في الجانجليون. وهنا ده بداية كلامي ليكم دلوقتي في المصطلحات. اي مادة كيميائية علشان تشتغل هشبهها بالضيف. الضيف اللي جاي لك البيت، الضيف هو الاسيتايل كولين. انت بتستقبله في بيتك، انت اسمك ريسبتور، جاية من كلمة ريسيف او مستقبل. الريسبتور بتاعنا في الاسيتايل كولين نوعين. هتقولوا طيب هو ليه نوعين؟ ليه مش نوع واحد؟ لان الاسيتايل كولين بيشتغل في اماكن مختلفة. في مستقبل ليه بيكون موجود عند الجانجليا. التركيبة الكيميائية بتاعة المستقبل هنا تختلف تماما عن اللي بيستقبله على القلب مثلا. في اختلافات في الشكل الخارجي وطريقة العمل. علشان كده هتقروا في الكتاب في نوعين من المستقبلات، واحد اسمه نيكوتينيك والآخر اسمه مسكارينيك. وتعالوا نفهم معنى كل كلمة. نيكوتينيك دي جاية من كلمة النيكوتين أو المادة الفعالة في السجاير. فاللي هيتفرج على الفيديو ده هيستغرب قوي، إيه علاقة النيكوتين بتاع السجاير بالأسيتايل كولين؟ العلماء فكروا عايزين ندي مادة شبه الأسيتايل كولين. المادة دي قالوا هي النيكوتين، حقنوها في حيوانات التجارب. المادة لفت في الدم ووصلت عند الجانجليا، فاكرين الدايرة دي، مسكت فيها في الريسبتور اللي عندها كأنه أسيتايل كولين، كأنه زي بالظبط النسخة المتقلدة من المفتاح. المفتاح الأصلي هو الأسيتايل كولين، المفتاح الكوبي اللي يفتح ويشتغل زيه هو النيكوتين. قالوا طب هنسمي المستقبل اسمين. المستقبل اللي هيستقبل أسيتايل كولين تعال نسميه كولينيرجيك. هقولها تاني، كولينيرجيك يعني كولين هو الأسيتايل كولين. طب إرجيك يعني إيه؟ إرجيك بالعربي معناه يخرج. أي عصب، فاكرين لما قلت في نهايته حويصلات مخزنة مادة كيميائية؟ العصب ده مخزن أسيتايل كولين. يعني نقولها باللغة اللاتينية، أنا كنيرف إرجيك يعني بخرج أسيتايل كولين عشان أمسك في ريسبتور على الجانجلي. فسمينا الريسبتور ايه؟ كولين ارجيك. انا اللي بستقبل الكولين اللي خارج من العصب.
أظن الكلام واضح. سموه اسم تاني، نيكوتينيك، زي بالظبط كده. الباب بيتسمى اسمين، أنا اللي بيفتحني مفتاح أصلي مثلا يل، ومفتاح تقليد، فهنسمي قفل الباب على الاسمين دول. أي ريسبتور هتذاكره في المنهج لازم تتكلم عن 5 نقاط رئيسية. النقطة الأولى مكانه، كلمة اسمها سايت. سايت يعني مكان. انسوا بقى الكلام بتاع زمان بتاع الساينس بليس والحاجات دي، لا هنقول سايت. النقطة التانية ستراكشر، يا ترى بيتركب من ايه؟ اي قفل لاي باب تحت امر اللي معاه المفتاح. معاك المفتاح الاصلي هتفتح وتدخل، المفتاح التقليد هتدخل. مثلا لا قدر الله مفتاح بيتك اتسرق واحد خده، هيفتح وهيدخل. يعني كأني القفل ده هو عبد للي معاه المفتاح. هتقولوا عبد، ايه يا دكتور الكلمة الغريبة دي؟ كلمة عبد هنا معناها ليجند جيتد. بص بقولها ازاي، ليجند LIGAND، ليجند. ليجند معناها سليف او عبد. كتب الفسيولوجي تحط لك جنب كلمة ليجند دي كيميكال جيتد. كلمة كيميكال، أيوة يعني يشتغل بأمر المادة الكيميائية، بس ده المثال على شغله وليس المعنى الحرفي ليه. يبقى هو ليجند جيتد، يبقى ده استراكشر التركيبة. طب سؤال يا دكتور، يشتغل ازاي؟ دي النقطة التالتة، ميكانيزم اوف اكشن. كلمة ميكانيزم المقصود بيها طريقة الشغل، آلية العمل. بمعنى ايه؟ هو ريسبتور مستقبل بيتكون من بروتين موجود على الغشاء، جواه بوابات صوديوم. فاكرين لما قلتها في النيرف والاكشن بوتنشال؟ يعني ايه بوابات صوديوم؟ صوديوم دايما تركيزه بره العصب او بره الغشاء اعلى من جوه، فيدخل من بره لجوه. هتقولوا طب يدخل ازاي؟ تخيلوا ايدي هنا الريسبتور، يجي الاسيتايل كولين يمسك في المستقبل هنا. المستقبل ده جواه بوابات صوديوم. لما انت يا اسيتايل كولين تمسك من بره فيا، بواباتي اللي جوه هتفتح، يتفتح بوابات الصوديوم، البوابة اللي بره تفتح واللي جوه أساسا مفتوحة، لأن الصوديوم اتشانل ليه بوابتين، بوابة داخلية مقفولة وبوابة مفتوحة قصدي، وبوابة خارجية مقفولة. الخارجية تفتح في حالة واحدة بس، لما في مادة من بره تمسك في الريسبتور. هتقولوا طب ليه ربنا عمل كده؟ طب ما كان يقفل البوابتين، ليه فتح اللي جوه؟ ان جوه لما تفتح هيبقى انت بس بقيلك بوابة واحدة بس، لما تفتح من بره الصوديوم يدخل بسهولة ويحصل دي بولاريزيشن او انعكاس حالة القطبية. يبقى كده انا قلت 3 كلمات، سايت وستراكتشر وميكانيزم، ناقص كلمتين مهمين. اي دواء في العالم لازم تقولي مين اللي يشغله ومين اللي يوقفه. بمعنى ايه؟ اسهلالك، انا ريسبتور دلوقتي، يا ترى انا استقبل مين بشكل ايجابي؟ كفاءتي مع مين اكتر؟
stimulated by مين؟ أنا اسمي نيكوتين، يبقى أنا أشتغل بجرعة صغيرة من النيكوتين، أشتغل بيه هو اللي يفتح البوابات بتاعتي. هتقولوا جرعة صغيرة من نيكوتين، كلمة جرعة اسمها دوز. طيب لو جرعة كبيرة من النيكوتين، هل الريسبتور يشتغل؟ لا، ما يفتحش. كلمة ما يفتحش هنقول عنها كلمة blocked by، مش قصدي بلوك يعني انسداد، معناها أنا كريسبتور مش شغال، أنا ما بشتغلش بجرعة كبيرة من النيكوتين. وعلشان أسهلها عليكم، دايما في أي دواء لو دواء خدته بجرعة كبيرة يعمل أعراض جانبية عكس شغله، وهو ده اللي حصل، نيكوتين لارج دوز. هل في أدوية تانية ممكن تعمل بلوك للريسبتور؟ دواء اسمه كوراري. كوراري هو المادة الفعالة اللي كانت موجودة في شيبسي زمان، اسمه شيبسي بالكاري، مش موجود بالنسبة لجيلكم دلوقتي. الشيبسي ده بالفراخ كان فيه مادة توابل كده اسمها كوراري. الكوراري دي كانوا زمان الهنود الحمر بيحطوها في السهم بتاعهم، في نهاية السهم في مادة كوراري. المادة دي هتعرفوا معايا في فيديوهات الشرح كانت بتعمل ايه زمان، وهل يا ترى ليها استخدام دلوقتي في الطب؟ ايوه، وهنعرف ازاي. الريسبتور الاخر اللي بيمسك فيه أسيتايل كولين موجود على الأعضاء. قبل ما أجي أقوله، طلبة كتيرة من اللي هتشوف الفيديو تستغرب، دكتور يعني إيه على الأعضاء؟ الجانجليا دي كانت إيه؟ خلايا عصبية ليست عضو. أنا قصدي بكلمة عضو قلب، كبد، كلى، قصدي أورجن. ده خلايا عصبية، عقدة عصبية مش عضو. هنسمي الريسبتور ده ماسكارينيك. وهنا عايز اقول حاجة، ماسكارينيك دي مشتقة من كلمة ماسكارين. ماسكارين هو نوع او دواء اكتشفناه من طحالب بحرية، النباتات اللي بتعوم على وش المياه، فسميناه ماسكارين. طب هل يا ترى الريسبتور ده يختلف في تركيبته عن النيكوتينيك؟ الإجابة الريسبتور ده شكله الداخلي حلزوني. عارفين الملف الكهربي بتاع الفيزياء زمان؟ هو الشكل الداخلي بتاعه زي حلزوني، كان اسمها سبايرال. هنا مش هسميها سبايرال، هسميها كلمة تانية، سيربنتاين. سيربنتاين معناها حلزوني. واقول لكم على معلومة جميلة قوي، سيربنتاين دي احنا كلنا عارفينها، الشبكة السوداء اللي بتكون في ظهر التلاجات. لو انت تلاجتك عطلت هتلاقي دايما العامل اللي جاي يقول لك السربنتينة بتاعة التلاجة. السربنتينة دي هي سيربنتاين، هي شبكة حلزونية، ده الشكل الداخلي. طب يا دكتور الميكانيزم اوف اكشن ازاي؟ هقول كلمة بسيطة عنه، وطبعا استكمالا للشرح هتلاقيها في فيديو الشرح. زمان في المدرسة سمعنا عن حاجتين، الرسول الكيميائي الأول والرسول الكيميائي الثاني. الرسول الكيميائي الأول اللي هو الفيرست ماسنجر، هتقولوا يعني
انا لما اخبط على باب بيتك جايب لك رسالة، انا ضيف، انا اسمي فيرست ماسنجر اللي هو اسيتايل كولين مثلا. انت دخلتني جوه البيت، البيت هو الاورجن، هو العضو اللي احنا عايزين نشتغل عليه. في نوعين من الرسول الكيميائي التاني عشان يكمل شغل الاسيتايل كولين، يا يكمله بكونتراكشن ويعمل شغل، يا يعمل ريلاكسيشن. ايه هو النوعين دول؟ مادة اسمها سايكليك ادينوزين مونو فوسفيت، اختصارها اول حرف من كل كلمة سي هي سايكل، اي ادينوزين، ام مونو، والبي فوسفيت، او مادة اسمها كالسيوم. تكملة الشرح الكلام ده ازاي مع الرسومات وايه اللي حصل في فيديو الشرح.